تمام، تحب حضرتك نبدأ دلوقتي؟ طبعا انا برحب بيكم، وطبعا في اول جورنال كلاب في السنه الجديده، وكل سنه وانتم طيبين. والجورنال كلاب طبعا ده من الاكتيفيتيز المهمه جدا اللي بنراجع فيها او بنشوف فيها حاجات جديده، سواء بيبرز جديده، جايد لاينز جديده. فاحنا النهارده اخترنا بقى واحده من الاربعه جايد لاينز الجداد اللي هم 2021 اي سي سي جايد لاينز. ففضلنا ان احنا نبتدي بالكاردياك بيسنج والكاردياك ريسنج سينكرونايزيشن ثيرابي. وطبعا انا عارف ان حاتم من الناس اللي بتشتغل في الاي بي اس، في عياده الاي بي اس كل يوم ثلاث، ويعني فعشان كده كان اختيار حاتم ان هو يبقى ديبلي انفولفد في البراكتس بتاع الاي بي اس، ويقدر يقول لنا الجايد لاينز الجديده. طبعا الجايد لاينز دي تبقى حاجه مهمه جدا لانها بتتغير كل 4 سنين تقريبا. بس طبعا الكاردياك بيسنج جايد لاينز حقيقه من الحاجات اللي ما اتغيرتش من 2013، اخر جايد لاينز 2013، فدي بقى لها 8 سنين. فبالتالي اكيد بيزد على ستاديز كتيره اتعملت في الفتره اللي فاتت، يبقى في تشينج في الجايد لاينز دايما، في نيو ريكومنديشنز بيزد على ايفيدنس وعلى ميجر كلينيكال ترايلز. فهنحب نعرف النهارده من الدكتور حاتم بقى يعني وات از نيو في الجايد لاينز الجديده، واتمنى ان هو حاتم يركز على الجديد بقى في الجايد لاينز، يعني الحاجات الستريت فورورد في الجايد لاينز 2013 ممكن نكون خلاص معروفه. عايزين نعرف واتس نيو، النيو ريكومنديشنز الجديده، في سبيسيفيك ريكومنديشنز ريجاردنج السنكوب بالسي كارديو ريسنكرونيزيشن ثيرابي سي ار تي. يعني اذا كان في اي تشينج مثلا على الديفايس والبيرمننت بيس ميكر بعد التافي، يعني في يعني نيو ريكومنديشنز كتيره في الجايد لاينز 2021 اكيد نحب نعرفها من الدكتور حاتم. كده دكتور حاتم اتفضل. ازيك يا دكتور مجدي، اهلا بحضراتكم. ازيك يا حاتم؟ اهلا بحضرتك. انا حاتم عبد الجواد، مدرس مساعد قلب في قسم قلب في القصر العيني. وزي ما حضرتك قلت النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الجايد لاينز الكاردياك بيسنج والكاردياك بيسنج كرونايزيشن ثيرابي ريسنتلي ببلش باي الاي سي في 2021. حاتم انا مع حضرتك يا دكتور، بس في بنعمل حاجه لوجيستكس كده في اوكي مش مشكلة. اوكي لو احنا هنبدا بالكلاسيفيكيشن اوف ذا بيشنتس اللي هم بيبقى عندهم دوكيومنتد ايفيدنس اوف برادي اريثميس. البيشنتس دول يا اما بتبقى في بيرسيستنت برادي كارديا او انترميتنت برادي كارديا. البيرسيستنت برادي كارديا قد يكون سببها يا اما ساينس نود ديزيز او الاي في بلوك، وذر ذا اتريال ريثم از ساينس ريثم اور اتريال فايبريليشن. الانترميتنت برادي كارديا او برادي اريثميا ممكن يكون سببها يا اما دوكيومنتد او اندوكيومنتد. لو دوكيومنتد الانترنسيك كوزز زي الباروكسيزمال اي في بلوك او السيك ساينس سيندروم او ساينو اتريال بلوك وذ ساينس ارست
او الاتريال فايبريليشن وذ سلو فنتريكولار ريسبونس. ممكن تكون اكسترينسيك كوزز او فانكشنال كوزز زي الفيجالي انديوسد ساينس اريست او الاي في بلوك, الانتيتي اللي هي الادينوزين هايبر سنسيتيفيتي, او الايديوباثيك اي في بلوك which is a rare entity. الـ unexplained او الـ undocumented bradyarrhythmias ممكن يكون في ECG معان resting ECG في bundle branch block, او يكون الـ history suggestive of reflex syncope زي لو patient عنده برودروما او حاجة زي كده, زي الـ carotid sinus syndrome او الـ tilt induced syncope لو هنعمل بعد كده tilt testing في non-invasive testing زي ما هنشوف بعد كده, او unexplained syncope لو ما عنديش اي document بأي حاجة قد تفسر الـ symptoms بتاعت الـ patient. الجنرال ابروتش للبيشنت وذ سيمبتوماتيك برادي اريثميا زي اي بيشنت هنعمل جنرال اكزامينشن انكلودنج الهيستوري طبعا في الاول, كارديوفاسكولار ريسك هنشوف الكومبليت هيستوري فوكسنج مينلي عن السيمبتومز وان انالايز السيمبتومز بتاعه البرادي اريثميا, هل السينكوبي او اللوس اوف كونشسنس ترو لوس اوف كونشسنس ولا لا, الفاميلي هيستوري اوف سيميلر كونديشن, والميديكال تريتمنت مهم ان احنا نريفايز الميديكال تريتمنت وكل الدراجز مع البيشنت اللي قد يكون منها حاجه ريفرسبل كوز اوف برادي اريثميا. جنرال فيزيكال اكزامينشن, ريستنج اي سي جي او لو اي اي سي جي مع البيشنت في اي دوكيومنتد اريثميا, والكاردييك ايمجينج او ان اديشن تو اذر نون انفيزيف موداليتيز زي ما هنشوف برضه بعد كده. There are several possible etiologies for برادي اريثمياز. في اكسترينسيك كوزز اهمهم الدراج انديوس طبعا زي البيتا بلوكرز, الانتي اريثميكس, psychoactive and neuroactive drugs, chemotherapeutic agents, electrolyte imbalance including hyperkalemia, metabolic disorders like hypothyroidism, increased intracranial pressure لو في اي brain masses او حاجه, والobstructive sleep apnea. Intrinsic causes ممكن تكون idiopathic زي degenerative complete heart block اللي بيجي مع الaging, الischemia, different cardiomyopathies والgenetic disorders. Infiltrative causes زي sarcoidosis والamyloidosis, الكولاجين فاسكولار ديزيزز والنيوروماسكولار ديزيزز زي الميوتونيك ديستروفي, الانفكشنز زي الاندوكاردايتس طبعا بنشوفها كتير, اللايم ديزيز الكوزد باي بوريليا, التشاجاس ديزيز, الامريكان تريبانوسومايسيس, و انت سبب مهم برضو الكاردييك سيرجري والبوست تافي زي ما هنقول بقى. الايفالويشن اوف برادي اي بيشنت عنده سيمتوم سجستيف اوف برادي او كوندكشن سيستم ديزيز زي ما قلنا قبل كده هنشوف الهيستوري والفيزيكال اكزامينشن والريستنج اي سي جي وبعد كده نون انفيزيف تيستينج. في حاجات ممكن تديني كلوز او هينتس عن الاندرلاينج ايتيولوجي, لو مثلا البرادي كارديا او الكارديا كوندكشن ديس اوردر ده كان بروفن ان هو كان بيحصل مثلا ديورينج سليب, لو معانا مثلا هولتر مونيتور ولقينا كوريليتد السيمبتومز او كوريليتد البرادي اريثميا دي بالوقت اللي البيشنت فيها بيكون نايم, فده ممكن يخلينا نشك في الاوبستراكتيف سليب ابنيا اللي يخلينا نعمل بوليسومنوجرافي او سليب ستادي. لو البيشنت كان عنده very early onset of progressive cardiac conduction disease أو family history of inherited cardiac conduction disorder ده ممكن يخلينا نعمل genetic testing. لو في أي clinical suspicion of potential causes of bradycardia هنعمل laboratory testing زي ما هنشوف إيه laboratory testing زي ممكن نطلبها. لو في أي suspected scar أو infiltrative cardiomyopathy ده يخلينا نعمل further imaging زي الـ CMR أو الـ CT أو الـ PET scan. لو في سينكوبي ومعانا اي سي جي ايفيدنس في ريستنج اي سي جي اوف باي فاسيكولار بلوك ده ممكن يخلينا نلجا لاي بي ستادي او اكسرسايز تيستينج, علشان لو كانت السيمبتومز دي اتريبيوتد برضو او يعني كوريليتنج مع اكسرسايز, او ممكن في انتيتي اوف بيشنتس كده ممكن نعمل امبيريكال بيس ميكر فيهم لو كانوا elderly او frail patients زي ما هنشوف برضو بعد كده. لو كان الهيستوري بتاع البيشنت او البرزنتيشن بتاعه suspicious او يعني ادينا كلوز ان هو ممكن يكون ريفلكس سينكوبي ده ممكن يخلينا نعمل اوتونوميك تيستينج زي الكاروتيد ساينس مساج او التيل تيستينج. وزي ما قلنا لو السيمبتومز كانت بروفوكت باي اكسرسايز ده ممكن يخلينا نعمل اكسرسايز تيستينج علشان نشوف الاي سي جي تشينجز اللي ممكن تصاحب الاكسرسايز. لو اي حاجه من الحاجات دي كانت دايجنوستيك وخلاص وصلنا للدايجنوزس هنكاتيجورايز العيان هل هو سيك ساينس سيندروم ولا اي في بلوك وهن امبلانت الديفايس بناء على كده. لو الحاجات دي كلها ما ادتنيش دايجنوستيك ييلد كويس ساعتها بنلجا للفيرذر نار انفيستنج زي الامبيولاتوري اي سي جي مونيتورنج او الامبلانتبل لوب ريكوردر زي ما هنشوف. النون انفيزيف موداليتيز اللي ممكن نعملها اللاب تيستنج طبعا في الجنرال لاب تيستنج زي اي بيشنت بنأسس. في سبيسيفيك لابوراتوري تيستنج ممكن نطلبها زي علشان نشوف بوتنشال اندرلاينج كوز زي الثايرويد فانكشن تيستس, اللايم تيتر لو احنا شاكين لو في انفايرمنت عامه فيها الديزيز ده بريفالنت يعني
ديجوكسين ليفل لو كان في هيستوري اوف ديجوكسين انتيك، بوتاسيوم الكترولايتس طبعا مثلا بوتاسيوم وكالسيوم، بي اتش نشوف هل في اسيدوزس او اي ريفرسبل كوز علشان نتريت الكونديشن ده هيغنينا بعد كده عن ان احنا الامبلانت بيرمننت ديفايس. الايمجنج اللي احنا ممكن نعملها كارديك ايمجنج هو بلس 1 انديكيشن لاي سسبكتد او دوكيومنتد سيمتوماتيك براديكارديا علشان نكسكلود البريزنس اوف ستراكشر هارت ديزيز، كمان عشان نديتيرمن ال في سيستوليك فانكشن، وده هيساعدنا برضو في اختيار الديفايس بعد كده هل هنعمل ديوال تشامبر بيسنج او هنحتاج سي ار تي. تو دايجنوز بوتنشال كوز اوف كوندكشن ديستربنس. المالتي موداليتي ايمجنج زي ما قلنا الكارديك ام ار اي هيدينا بيتر تيشو كاركترايزيشن، السي تي والبات سكانينج، كل ده هيدينا فرص ان احنا نوصل لدايجنوزيس اوف سبيسيفيك باثولوجيز ممكن تكون اسوشيتد مع الكوندكشن ابنورماليتيز دي بالذات في البيشنتس الاندر 60 ييرز اوف ايج. النون انفيزيف موداليتيز ثانيه في الكاروتيد ساينس مساج. الكاروتيد ساينس مساج ده از تيست اوف سيمبتومز، طبعا مهم ان احنا في التست ده ان احنا نكسكلود ان البيشنت ما عندوش اي سيمبتومز اوف ترانزنت اسكيميك اتاكس او ستروك او اي نون كاروتيد ستينوسيس يعني. فمهم ان احنا الاول نعمل كاروتيد اوسكلتيشن علشان لو سمعنا اي كاروتيد بروي يفضل ان احنا نعمل ثايرويد كاروتيد الترا ساوند قبل ما نعمل اي تيست زي ده. الكاروتيد ساينس مساج اللي ممكن يظهر لنا فيه ممكن يبقى فيه كارديو انهيبيتوري كاروتيد ساينس سيندروم، او ممكن يحصل دروب اوف بلاد بريشر مور ذان 50 ملم مركري. هو ده الدايجنوستيك ييلد بتاع الكاروتيد ساينس تيست. التيل تيبل تيستينج، التيل تيستينج از ا كلاس 2 اي انديكيشن اند ات شود بي كونسيدرد ان بيشنتس وذ سسبكتد ريكرنت ريفلكس سينكوبي. السليب ايفالويشن زي ما قلنا لو الهيستوري بتاع البيشنت او الكلينيكال بيكتشر بتاعته كان سجستيف ان هو يكون عنده سليب ابنيا سيندروم، يكون البراديكا او لو كان عنده سيفير براديكارديا دي او ادفانس اي في بلوك ديورينج سليب. الامبيولاتوري اي سي جي مونيتورنج از ا كلاس 1 انديكيشن ان ذا ايفالويشن اوف بيشنتس وذ سسبكتد براديكارديا to correlate rhythm disturbances with symptoms. احنا عندنا كذا حاجه ممكن نعملها كامبيولاتوري اي سي جي مونيتورنج. ده بيعتمد على حسب الفريكوانسي اوف سيمبتومز اللي بتيجي للعيان. لو كانت السيمبتومز بتاعته فيري فريكوينت بتيجي ديلي او كل 48 ساعه او 72 ساعه، فده الدور الهولتر مونيتور ممكن ييلد اي سي جي ايفيدنس اوف اي برادي اريثميا قد تكون هي سبب السيمبتومز اللي عند العيان. لو السيمبتومز ليس فريكوينت عن كده زي مثلا كل اسبوع او كل شهر، ده بيبقى ممكن يكون في دور لل7 داي هولتر مونيتورنج او حاجه اسمها اكسترنال لوب ريكوردر. ده بيدي فرصه اكتر يبقى يعني بيبقى مور امبولنت مع العيان ويدي فرصه اكتر ان هو يديتكت اي برادي اريثمياس قد تحدث للعيان. لو السيمبتومز بتاعته بقى فيري ليس او فيري انفريكوينت لدرجه ان هي ليس ذان 1 اتاك بير مانث، ده دور الامبلانتبل لوب ريكوردر وهو واخد كلاس 1 اي انديكيشن. لو البيشنت لو السيمبتومز فيري انفريكوينت والبيشنت عنده ان اكسبلين سينكوبي او اذر سيمبتومز سسبكتد تو بي كوزد باي برادكارديا، لو عملنا كومبريهنسيف ايفالويشن وما ظهرش اي كوز، الامبلانتبل لوب ريكوردر بيبقى ليه دور في البيشنتس دول. الاكسرسايز تيستينج از ريكومندد في كلاس 1 ان بيشنتس هو اكسبيرينس سيمبتومز سسبيشس اوف برادكارديا ديورينج اور ايميديتلي افتر اكزرشن. في patients بيبقى عندهم chronotropic incompetence، يعني مش شرط يكون عندهم evidence of AV block، بس بيكون عندهم مش بيقدروا يعملوا chronic competent مش chronically مش chronotropic competent مع الexercise، فده برضو الexercise testing بيdetect الabnormalities دي. الpatients اللي بيبقى عندهم intraventricular conduction disease أو AV block of unknown level، لو إحنا resting ECG مش قادرين نحدد منه أو يعني مش واضح قوي، الexercise testing ممكن يdetect أو ممكن يprovoke further higher grade of AV block، يظهر لنا بقى infranodal block أو أي حاجة ممكن تخلينا نبقى threshold بتاعنا of intervention أقل من العادي. الجيناتيك تيستينج قلنا ان هو دوره بيبقى كونسيدرد في البيشنتس اللي بيبقى عندهم فيري ايرلي اونست، وده كلاس 2 اي انديكيشن. البيشنتس اللي بيبقى عندهم فيري ايرلي اونست وان اكسبلايند برادي اريثمياس او سينكوبي او يعني بروجريسيف كارديو كوندكشن ديزيز، وكلاس 2 اي برضه في البيشنتس ان هو يبقى كونسيدرد في الفاميلي ممبرز بعد الايدنتيفيكيشن اوف باثولوجيكال باثوجينيك جينيتيك فاريانت اللي اكسبلين الكلينيكال فينوتايب اوف كارديو كوندكشن. يعني لو جالنا بيشنت وبقى بروفن خلاص ان هو عنده جيناتيك ابنورماليتي هي السبب في البرادي اريثمي اللي عنده، ممكن نسكرين بقيه الفاميلي ممبرز للجين ده لو عايزين اكسبلود يعني ان هو يبقى عندهم نفس الجين.
البيسنج ريكومنديشنز في الساينس نود ديس فانكشن. احنا قلنا ساينس نود ديس فانكشن از ا ميجر ايتيولوجي اوف برادي اريثميا. البيشنتس اللي بيبقى عندهم ساينس نود ديس فانكشن بيسنج از انديكيتد لو كانت السيمتومز كان بي كليرلي اتريبيوتد للبرادي اريثميا. في انتيتي اللي اسمها البراديكارديا تاكيكارديا سيندروم، ده فاريانت من السيك ساينس سيندروم. البيشنتس دول بيبقى عندهم ايبيسودز او يعني الترنيتنج ايبيسودز اوف براديكارديا مع تاكيكارديا، بيبقى مصاحب برضو ليهم اتريال فايبريليشن. البيشنتس دول ممكن يبقى انديكيتد فيهم البيسنج لو كان السيمتومز بتاعتهم كليرلي اتريبيوتد للسيك ساينس سيندروم زي ما قلنا. كمان في حاجه مهمه، ان البيشنتس دول لما بنركب لهم ديوال تشامبر بيسنج، الاتريال ليد ممكن يبقى ليه دور لو حصل اتريال اريثميا، ان هو نعمل حاجه اسمها اوفر درايف بيسنج، ان احنا نترمينيت الاتريال اريثميا دي بالبروجرامنج. فيعني قد يغنينا عن يوز اوف انتي اريثميك دراجز لو يعني تشويس اوف اريثميا ترمينيشن. مهم جدا ان البيشنتس اللي بيبقى عندهم سيك ساينس سيندروم وركبنا لهم دي 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 بيس ميكر، بينما عايزين قدر الامكان ان احنا انهانس الانترنسيك اي في نودال كوندكشن، علشان ما دام هو البيشنت ما عندوش بروبلم في الاي في نود بتاعته، فبيبقى افضل ان احنا انهانس الانترنسيك اي في نود كوندكشن. فممكن نختار مود اوف بيسنج زي اي او 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 دي او او، اللي هو مش محتاجين ان احنا نبيس الفنتريكل ما دام متاكدين ان البيشنت عنده انتاكت اي في نود. البيشنتس اللي بيبقى عندهم سينكوبي الكاردياك بيسنج ممكن يبقى كونسيدرد ككلاس 2 بي لو البيشنت عنده اسيمتوماتيك بوزس اكتر من 6 سكندز، لو كان سببها ساينس ارست. كلاس 2 بي البيسنج في السيك ساينس سيندروم او سيك ساينس نود ديس فانكشن لو كانت السيمتومز لايكلي تو بي ديو تو برادي اريثمياز، لو الايفيدنس نوت كونكلوسيف، يعني لو مش لاقيين ايفيدنس قوي ولكن يعني السيمتومز بتاعته ممكن تكون اتريبيوتد لسيك ساينس او سيك ساينس نود ديس فانكشن، كلاس 2 بي ان احنا نعمل كاردياك بيسنج. كاردياك بيسنج از كونترا انديكيتد او نوت ريكومندد في البيشنتس اللي بيبقى عندهم برادي اريثمياز ريليتد لسيك ساينس نود ديس فانكشن who are asymptomatic or have transient causes of sick sinus syndrome, which can be corrected and prevented. The pacing recommendations for the atrioventricular block. Any patient, سواء sinus or atrial fibrillation, and has permanent or paroxysmal third degree or second degree Mobitz type 2 heart block, اللي هو الانفرانودال block يعني، لو بالذات لو higher grades زي 2 to 1, irrespective of the symptoms, he is indicated class 1 indicated for permanent pacing. Patients بيبقى عندهم permanent atrial fibrillation يعني class 1 indication ان هم يركبوا single lead pacemaker ventricular pacemaker VVI، يعني لان مش هنبقى محتاجين، هو already he lost his atrial kick، فمش محتاجين قوي ال dual chamber pacing. ممكن نقلل يعني نقلل ال complications او نقلل ال timing بتاع ال procedure. البيشنتس اللي بيبقى عندهم وينك باخ او اللي هو السكند ديجري تايب 1 اي في بلوك، لو وينك باخ از جنرالي ا بيناين كونديشن، ولكن لو البيشنت سيمتوماتيك على الوينك باخ ده، او لو بالاي بي ستادي مثلا لقينا ان السايت اوف بلوك از انترانودال او انفرا هيس، ده ريسكي سايت، فده هيبقى كلاس 2 اي انديكيشن فور وينك باخ. وينك باخ ممكن يحصل يا اما في الاي في نود او يحصل في الانفرانودال، مش في اغلب الاوقات لو هاي جريد اوف اي في بلوك زي 2 1 مش هنقدر من الريستنج اي سي جي نحدد الليفل فين بالظبط، قد نحتاج ان احنا نعمل اي بي ستادي علشان نحدد الليفل بالظبط. فلو عملنا اي بي ستادي في بيشنت وينك باخ وهو سيمتوماتيك عليه ولقينا الليفل اوف بلوك انفرا هيس، فده كلاس 2 اي انديكيشن فور بيرمننت بيسنج. البيشنتس اللي بيبقى عندهم اي في بلوك احنا عاوزين قدر الامكان ان احنا لو هو ساينس ان احنا نعمل ديوال تشامبر بيسنج علشان نمنع حاجه اسمها بيس ميكر سيندروم. بيس ميكر سيندروم ده بيحصل في البيشنتس اللي بيبقوا مركبين سنجل تشامبر بيس ميكر وهم ان ساينس ريزم، مع الوقت البيشنت بيجي ببريثلسنس وبيجي بسيمتومز اوف رايت سايدد فيلير، وده بيبقى الاندرلاينج ايتيولوجي او الاندرلاينج باثوجينيسيس بيبقى ريليتد للاي في اي في ديسينكروني اللي بيحصل مع السنجل تشامبر بيسنج. فالمود اوف تشويس او يعني الديفايس اوف تشويس في البيشنتس دول هو الديوال تشامبر بيس ميكر، والمود اوف تشويس هو الدي دي دي. البيشنتس اللي بيبقى عندهم فيرست ديجري اي في بلوك لو فيري برولونجد بي ار انترفال اكتر من 0.3 سكند شود بي كونسيدرد فور بيشنت فور بيسنج از ا كلاس 2 اي انديكيشن، لان هم دول هيبقى زي هيبقى بالظبط نفس الباثولوجي او الباثوجينيسيس بتاع البيشنتس اللي بيبقى عندهم بيس ميكر سيندروم.
برضو كلاس 3 انديكيشن زي في السيك ساينس سندروم كلاس 3 ان احنا نركب بيس ميكر في عيان عنده ترانزيانت كوزس اوف اي بي بلوك which can be corrected and prevented. البيشنتس اللي بيبقى عندهم unexplained syncope وفي bundle branch block في الريستنج اي سي جي. لو البندل برانش بلوك ده كان bifascicular والleft ventricular ejection fraction less than 35% we are justified ان احنا نركب device سواء ICD او CRTD. لو ejection fraction is not less than 35% ولكن البيشنت elderly او frail او عنده risk of traumatic recurrences فبرضه we are justified ان احنا نعمل permanent pacemaker implantation. لو ما فيش حاجه من الحاجات دي ده بيبقى دور بعد كده الالكتروفيسيولوجيكال ستادي او الكاروتيد ساينس مساج كاروتيد ساينس مساج كاروتيد تيستينج. لو عملنا اي بي ستادي في البيشنتس اللي عندهم باي فاسيكولار بلوك ولقينا ان الاتش في انترفال مور ذان 70 ملي سكند فده برضو انديكيشن ان احنا نركب بيرمننت بيس ميكر. لو برضو عملنا اي بي ستادي وما لقيناش الكرايتيريا دي ساعتها ده بيبقى دور الامبلانتبل لوب ريكوردر علشان يلقط اي حاجه قد اي ايتيولوجي تاني يكون داعي ان احنا نركب بيرمننت بيس ميكر. لو برضو وصلنا لاي ما وصلناش لاي دايجنوزس فهنبقى هنكلوزلي فولو اب البيشنت. ريفلكس سينكوبي زي ما قلنا لو البرزنتيشن بتاع البيشنت باي هيستوري كان البرزنتيشن او يعني السيمبتومز بتاعته سجستيف اوف ريفلكس سينكوبي زي عنده تيبيكال برودروم مثلا او سيتويشنال سينكوبي او اي حاجه زي كده. لو الاتاكس بتاعته سيفير وريكرنت وانبريدكتبل والايج بتاعه اكتر من 40 ييرز ساعتها بنعمل الكاروتيد ساينس مساج والتيل تيبل تيستنج. لو ظهر لنا ان في كارديو انهبيتوري كاروتيد ساينس سيندروم اللي هو زي ما قلنا ان يحصل بوزز اكتر من 3 سكندز ساينس بوزز اسيستوليك بوزز يعني او ال او التيل تيبل تيستنج كان ظهر لنا اسيستوليك ريسبونس فده انديكيشن ان احنا نركب بيرمننت بيس ميكر. لو مفيش اي حاجه من الحاجات دي ده بيبقى دور الامبلانتبل لوب ريكوردر. لو برضو ظهر ان احنا عندنا اسيستوليك بوزز في الامبلانتبل لوب ريكوردر هنركب البيرمننت بيس ميكر. لو ما ظهرش اي حاجه من الحاجات دي فهو كلاس 3 زي ما قلنا ان احنا نركب بيس ميكر طالما ما عندناش اي دوكيومنتد ايفيدنس اوف برادي اريثميا. ده برضو نفس يعني فلو شارت لنفس الكلام indications of pacing for patients أكتر من 40 years old وعندهم history suggestive of reflex syncope. لو عندنا spontaneous asystolic pause خلاص ده هنركب permanent على طول. لو ما عندناش وعملنا carotid sinus testing وعملنا tiltable testing لو ظهر عندنا cardio inhibitory carotid sinus syndrome أو asystolic tiltable testing فده class 1 indication ل permanent pacing. الانتيتي اللي هي الادينوزين هايبر سنسيتيفيتي فلو ظهر عندنا الادينوزين عمل اي في بلوك مور ذان 10 سكندز فده كلاس 2 بي فور انديكيشن. لو بقى خلاص السينكوبي بتاعتنا اندوكيومنتد ف اتس كلاس 3 انديكيشن او يعني كونترا انديكيشن ان احنا نركب بيرمننت بيسنج. السي ار تي ريكومنديشنز دي من ضمن الحاجات اللي كان فيها تغيير في الجايد لاينز الجديده مقارنه ب 2013. الليفت باندل برانش بلوك مورفولوجي كيو ار اس سي ار تي از ريكومندد از ا كلاس 1 فالهارت فيلير سيمبتومز ان ساينس ريذم وذ ليفت فينتريكولار ايجكشن فراكشن ليس ذان 35% اند كيو ار اس ديوريشن مور ذان 150 ملي سكند وذ تيبيكال ليفت باندل برانش بلوك كيو ار اس مورفولوجي ديسبايت اوف اديكويت اوبتيمال ميديكال تريتمنت. ده بيحسن السيمبتومز وبيريديوس الموربيديتي او مورتاليتي. لو الكيو ار اس ديوريشن لو بنفس الكرايتيريا اللي فاتت ولكن الكيو ار اس ديوريشن اقل من 150 واكثر من 130 يعني من 130 لحد 149 ملي سكند برضه بتيبيكال ليفت باندل برانش بلوك مورفولوجي ده كلاس 2A. طيب النون ليفت باندل برانش كيو ار اس مورفولوجي لو الكيو ار اس ديوريشن اكثر من 150 ملي سكند فده كلاس 2A. لو الكيو ار اس ديوريشن اقل من 150 واكثر من 130 برضه نون ليفت باندل برانش بلوك مورفولوجي ده كلاس 2B. السي ار تي از نوت انديكيتد ان بيشنتس وذ هارت فيلير والكي ار اس ديوريشن اقل من 130 ملي سكند وذاوت ان انديكيشن فور ار في بيسنج. يعني لو العيان ما عندوش انديكيشن ان احنا نعمل ار في بيسنج ف والكي ار اس ديوريشن بتاعته اقل من 130 فده مش انديكيتد ان احنا نركب سي ار تي. لو بقى هو انديكيتد ان هو يركب ار في بيسنج زي ما هنشوف بعد كده والايجكشن فراكشن بتاعه ليس ذان 35% فده اللي بيبقى انديكيشن للسي ار تي. طيب الابليتنت بيس ستراتيجي او اللي هو الاي في جنكشن ابليشن في البيشنتس اللي بيبقى عندهم سيمبتوماتيك اف لو البيشنت عنده persistent AF وunsuitable for atrial fibrillation ablation أو permanent AF هنشوف الهارت ريت بتاعه. لو كان controlled heart rate على الميديكال تريتمنت هنشوف. لو البيشنت candidate for CRT
هنا ال class of recommendation is 2A لو ال QRS duration أكتر من 130 ملي سكند بشرط إن إحنا يكون عندنا adequate biventricular pacing. Adequate biventricular pacing more than 90 to 95% is a prerequisite for successful CRT therapy. لو ما كانش عندنا adequate biventricular pacing by interrogation of the device فساعتها ده class 2A إن إحنا نعمل AV junction ablation. هنأبليت ال AV node ونعمل نبيس يعني خلاص يعني نركب CRT وهن get rid of the intrinsic AV node طالما ال heart rate بتاع ال patient uncontrolled. طيب لو كان ال heart rate بتاع ال patient uncontrolled فده هيبقى ال candidate ال patient candidate for AV junction ablation. ده بيعتمد ال choice of device بيعتمد على ال left ventricular ejection fraction. لو كان left ventricular ejection fraction أقل من 40% هنا ده plus one indication for CRT مش less than 35% less than 40%. لو كان mid range ejection fraction اللي هو ما بين 40 ل 50 فده class 2A لل CRT. لو الإيجكشن فراكشن is not less than 50% فده ممكن عادي نعمل RV pacing ك class 2A. الهيز بندل pacing زي ما هنشوف بعد كده دي الإيمرجنج موداليتي اوف pacing دي بديل لل CRT ك class 2B indication في البيشنتس اللي احنا بنعملهم AV junction ablation ك mode of pacing. ال recommendations لل upgrade او الدينوفو CRT implantation في patients requiring pacing. لو patient دينوفو هن implant هو بقى indicated for ventricular pacing يعني patient عنده AV block و indicated خلاص for ventricular pacing بسبب high degree AV block. لو ال ejection fraction بتاعه اقل من 40% فهيبقى ده indicated for CRT rather than RV pacing regardless of the NIHA class. لو ال patient during upgrade بقى لو كان ال patient already هو مركب conventional pacemaker او ICD و subsequently مع ال frequent follow up وال interrogation of the device لقينا ان هو ابتدى develop symptomatic heart failure وال LV ejection fraction بتاعه less than 35% وعنده significant proportion of RV pacing defined ان هي ال significant proportion of RV pacing دي بتبان بال interrogation بتبقى اكتر من 20% لو لقينا ان البيشنت يعني ديبندنت على الار في بيسنج او على البيس ميكر بمور ذان 20% فده هيبقى كلاس 2 ايه ان احنا نكونسيدر ان احنا نابجريد الديفايس بتاعه لو الاي سي دي او الـ او الدي دي دي لسي ار تي. طيب وين تو امبلانت سي ار تي بي اند وين تو امبلانت سي ار تي دي ان بيشنتس هو ار كاندنس فور اي سي دي يعني هو خلاص بيشنت اوريدي كسكندري بريفنشن مثلا وعنده سي ار تي انديكيشن يعني لقينا ان هو الكرايتيريا اللي قلنا قبل كده ان هو ساينس ريزم والال في ايجكشن فراكشن بتاعه ليس ذان 35% وتيبيكال ليفت بوند برانش بلوك مورفولوجي والكيو ار اس ديوريشن اكتر من 150 فساعتها ده يبقى كلاس 1 ان احنا نركب سي ار تي دي. طيب البيشنتس اللي هم بقى يعني كبرايمري بريفنشن او اللي هو البيشنتس اللي هم كانديديت فور سي ار تي هو هنا بيبقى في اوفرلاب او في جراي زون اللي هو السي ار تي انديكيشنز من ضمنها ان هو البيشنت يبقى ال في ايجكشن فراكشن بتاعه اقل من 35% وفي نفس الوقت الشوك ليد او الديفيبريليتور من ضمن الانديكيشن بتاعه كبرايمري بريفنشن ان هو يبقى ال في ايجكشن فراكشن ليس ذان 35% فالتشويس هنا كبرايمري بريفنشن وين تو امبلانت سي ار تي بي اند وين تو امبلانت سي ار تي دي هو الستديز ما بينتش ان في كبرايمري بريفنشن ما فيش فرق قوي في الاوت كم او في اللايف في الموربيديتي اند مورتاليتي ريدكشن ما بين السي ار تي بي والسي ار تي دي تاني في البرايمري بريفنشن مش في السكندري بريفنشن. ايه الحاجات او ايه الكرايتيريا اللي ممكن تخلينا نميل ناحيه ديفايس عن الثاني؟ السي ار تي بي بياخد يعني الكفه بتاعته بتعلى لو كان البيشنت ادفانسنج ان ايج او لو كان الكارديومايوباثي بتاعه نون اسكيميك او لو في شورت لايف اكسبكتنسي او لو في اذر ميجر كوموربيديتيز او لو بور رينال فانكشن او لو كان ده البيشنت بريفرنس لو مع الكونسلنج يعني لو عرف ان هو هيركب شوك ليد والشوك ليد ده بمشاكله ممكن يدي ان ابروبريت شوكس او ابروبريت شوكس بيبقى فيه سايكولوجيكال اسبيكتس عند البيشنت فلو كان البريفرنس بتاعه ان هو يستغني عن الشوك ليد ده كبرايمري بريفنشن فدي من ضمن الحاجات اللي تخلينا نركب سي ار تي بي. اللي خلينا نركب سي ار تي دي ان هو لو كانت اسكيميك كارديوماكوبثي او لو كان البيشنت عمل نون انفيزيف ايمجنج زي السي ام ار ولقينا ان هو عنده اكستنسيف مايوكارديال فايبروزس. الهيز بندل بيسنج زي ما قلنا دي ايمرجنج موداليتي ودي يعني بتاخد دور دلوقتي كبير بدل الديوال تشامبر بيسنج. هي لحد دلوقتي اعلى كلاس ليها هي 2A في السي ار تي كانديديتس ساعات بيبقى الكورونري ساينس ليد امبلانتيشن اللي هو ال في ليد بيبقى فيري ديفيكلت وممكن حتى يبقى ان سكسسفول ساعتها الهيز بندل بيسنج
should be considered as a treatment option along with other techniques زي السيرجيكال ابيكارديال ليدز لو كانت الهيسبندل بيسنج موداليتي دي مش متوفره. طيب البيشنتس اللي بيبقى بنركب لهم هيسبندل بيسنج ممكن ان احنا نلجا ان احنا نركب حاجه اسمها ار في ليد كباك اب، يعني هو هنركب ار في ليد ولكن مش هو هيبقى البيسنج ليد، ده هيبقى مجرد باك اب لو كان البيشنت فيري بيس ميكر ديبندنت او لو عنده هاي جريد اوف اي في بلوك او لو عنده انفرا نودال بلوك. هي مشكله الهيسبندل بيسنج ان هو لو الليفل اوف بلوك فيري ديستال في الهيسبركنجي سيستم ما بتبقاش فيري سكسسفل موداليتي وممكن ما تبقاش ما تعملش اتشيفمنت اوف ادكويت باي فنتريكولار بيسنج او يعني بيسنج للبيشنت، او لو كان في هاي بيسنج ثريشولد فساعتها ممكن في نفس الوقت اللي احنا بنعمل الهيس باندل بيسنج ان احنا نركب ار في ليد كباك اب بيسنج. ليدلس بيس ميكر دي برده من الايمرجنج موداليتيز، دي برده كلاس 2 اي انديكيشن ان هي بتبقى از ان الترناتيف للترانس فينس بيس ميكرز لو بيشنتس اللي هم بيبقى عندهم فيري ديفيكلت فينس اكسس، لو ما عندوش ابر اكستريميتي فينس اكسس او لو كان عنده فيري هاي ريسك اوف ديفايس بوكيت انفكشن، لو كان اوريدي كان مركب قبل كده عادي ترانس فينس بيسنج سيستم وحصل بوكيت انفكشن. بوكيت انفكشن طبعا از ديزاستر، فيعني بنحاول قدر الامكان بعد كده نشوف بدايل للبيسنج. فالليدلس بيس ميكر دي موداليتي ممكن يكون بديله للترانس فينس بيسنج في البيشنتس اللي بيبقى عندهم يا اما ديفيكلت فينس اكسس او بريفيوس بوكيت انفكشن. وكلاس 2 بي ليد سبيس ميكر ممكن تبقى كونسيدرد از ان الترناتيف للستاندرد سنجل ليد بيس ميكر اللي هو الفي في اي العادي، طبعا تيكينج انتو كونسيدريشن اللايف اكسبكتنسي بتاع البيشنت والديسيجن ميكنج مع البيشنت. الكاردياك بيسنج افتر اكيوت مايوكارديال انفاركشن، وان تو امبلانت ا بيرمننت بيس ميكر ان ا بيشنت هو ديفلوبس اي في بلوك او برادي اريثميا او سيجنيفيكانت برادي اريثميا افتر اكيوت مايوكارديال انفاركشن. Implantation of permanent pacemaker is indicated باستخدام نفس الريكومنديشنز في الجنرال بوبوليشن، نفس الكلام اللي قلناه قبل كده، ولكن لو الاي في بلوك ده ما حصلوش كومبليت ريزولوشن، لو فضل مستمر بعد 5 days after the acute MI. In selected patients with AV block في بعض البيشنتس لما يكون عندهم extensive acute myocardial infarction بالذات لو anterior myocardial infarction ممكن ما نستناش الفتره دي ما نستناش الخمس ايام ويبقى عندنا threshold of intervention اقل شويه ان احنا نركب early device implantation سواء CRTD او CRTP ده class 2B. الاكستنسيف anterior myocardial infarction الـ AV block اللي بيحصل معاها بيبقى في الاغلب بيبقى فيه extensive damage في الهيسبركنجي سيستم، فده بيخلي threshold بتاعنا بانترفنشن اقل من العادي. لو الاي في بلوك ريزولف بعد الريفاسكولاريزيشن او سبونتينيوسلي زي ما بنشوف ساعات في القسطره البيشنت اللي بيجيبوا تمبرري كومبليت هارت بلوك يركبوا تمبرري بيس ميكر وبعد كده بيريزولف، دول مش انديكيتد فور بيرمننت بيسنج. الكاردياك بيسنج افتر كاردياك سيرجري، لو هاي ديجري اي في بلوك او كومبليت اي في بلوك افتر كاردياك سيرجري برضه هنبقى في بيريد اوف كلينيكال اوبزرفيشن اتليست 5 دايز وهنأسس بعدها، لو فضل مستمر الهاي ديجري اي في بلوك ده هنركب بيرمننت بيسنج. امتى برضو يبقى عندنا انترفين ايرليير؟ لو كان الكومبليت اي في بلوك وكان الاسكيب ريزم فيري انستابل، لو كان الهارت ريت مثلا اقل من 40 او لو كان الكيو ار اس كومبلكس فيري وايد او لو كان البيشنت فيري سيمبتوماتيك، فده بيخلي عندنا ثريشولد اوف انترفينشن اقل. السيرجري فور فالفولار انفكتيف اندوكاردايتس والانترا اوبراتيف كومبليت هارت بلوك، البيشنتس اللي بيدخلوا فالفولار سيرجري وبيديفلوب انترا اوبراتيف كومبليت هارت بلوك لازم يخرجوا على ايميديت ابيكارديال بيس ميكر، ودي الاستراتيجي اللي بتحصل هنا برضه في اصل العين. البري اوبراتيف كوندكشن ابنورماليتي او الستافيلوكوكس اوريوس او انترا كارديك اكسس، كل الحاجات دي لو موجوده قبل كده او لو كان تراكاسبيد فالف انفولفمنت زي العيانين الاي في دراج ابيوزرز اللي بيبقى عندهم هيفي تراكاسبيد فالف انفولفمنت، كل الحاجات دي بتخلي ان الانسيدنس او البريفالنس او فرصه ان هو يحصل كومبليت هارت بلوك انترا اوبراتيفلي عاليه، فدول العينين اللي بيخرجوا روتينلي على ايميديت بيكارد بيس ميكر. البيشنتس اللي بيبقى عندهم تراكاسبيد فالف سيرجري وبيبقوا محتاجين بيسنج دي بتبقى مشكله لان الترانس فالفولار ليدز شود بي افويدد از ماتش از بوسيبل في العيانين دول. البديل عن كده هو الابيكارديال فنتريكولار ليدز. في بعض الناس لو كان عندهم isolated tricuspid valve aneuroplasty ممكن ان احنا نسوتشر الـ RV lead ما بين الانيولس وما بين البايوبروستيسيس،
لو كان ده موجود. ولكن يفضل قدر الامكان ان احنا نبعد عن الترانس فالفير ليدز ونلجا للابيكارديال فنتريكولار ليدز. البيشنتس زي ما قلنا البيشنتس اللي هم اللي بيحتاجوا بيسنج بعد البايوبروستيسيس كتراكاسبيد فالف ريبليسمنت او تراكاسبيد فالف رينج ريبير whenever the ventricular pacing is indicated, the transvenous implantation of coronary sinus lead ده قد يكون بديل, أو زي ما قلنا الepicardial ventricular lead بديل عن الtransventricular pacing. لو كان بقى التراكاسبيد فالف ريبليسمنت ده بميكانيكال بروستيسيس فده كونترا انديكيتد تماما ان احنا نركب transvalvular pacing system. التافي دي من ضمن الحاجات الجديده اللي كانت involved في الجايد لاينز الجديده, الكاردياك بيسنج ان ذا سيتنج اوف تافي. المانجمنت اوف كوندكشن ابنورماليتيز ان ذا بيشنتس افتر تافي ده بيعتمد على حسب الاي سي جي باترن في بعد البروسيجر. لو كان عندنا persistent high degree AV block او new onset alternating bundle branch block, alternating bundle branch block برضو دي is a very high risk ECG presentation, فدول class 1 indication لpermanent pacemaker. لو كان ال patient عنده pre-existing right bundle branch block وحصل new post-procedural conduction disturbance فده class 2A ان هو يركب permanent pacemaker. لو ال patient كان عنده new onset left bundle branch block وكانت persistent, لو كان QRS duration اكتر من 150 او ال PR interval اكتر من 240 وفضلت وما حصلش further prolongation اكتر من 48 hours after procedure, يعني كل الكلام ده احنا بنتكلم بعد 48 ساعه من البروسيجر, ده ممكن يخلينا ان احنا نعمل يا اما امبيولاتوري اي سي جي مونيتورنج علشان نديتكت اي هاير جريد اوف بلوك او انفرانودال بلوك او اي بي اس ستدي زي ما قلنا قبل كده. لو ظهر عندنا ان احنا عندنا اتش في انترفال اكتر من 70 ملي سكند فده كلاس 2 اي انديكيشن ان احنا نركب بيرمننت بيس ميك. البري اكزيستنج كوندكشن ابنورماليتي ويز برولونجيشن اوف كيو ار اس, يعني لو كان عندنا كوندكشن ابنورماليتي وايد كيو ار اس في او اي في سي دي مثلا باترن في الريستنج اي سي جي قبل البروسيجر وحصل بوست بروسيجرال كيو ار اس وايدنج اكتر من 20 ملي سكندز او بي ار برولونجيشن اكتر من 20 ملي سكندز فده كلاس 2 بي انديكيشن للامبيولاتوري اي سي جي او الاي بي اس برضو علشان نديتكت اي هاير جريد اوف بلوك او نديتكت اي انديكيشن للpermanent pacing. الكارديك بيسنج في السيتنج اوف كونجنيتال هارت ديزيز او الكونجنيتال اي في بلوك مثلا, الكونجنيتال كومبليت اي في بلوك في بيشنتس كتير بيبقوا ماشيين من غير بيرمننت بيس ميكر. في بعض الحاجات اللي ممكن تخلينا نركب بيرمننت بيس ميكر ويبقى كلاس 1 انديكيشن فيها, لو كان البيشنت فريكوينتلي سيمبتوماتيك على الهارت ريت بتاعه او لو كانت البوزس بتاعته اكتر من 3 تايمز السايكل لينث اوف ذا فينتريكولار اسكيب ريذم, لو بيديفلوب بوزز اكتر من 3 تايمز السايكل لينث بتاع البيزك ريذم بتاعه, او لو كان الكيو ار اس ديوريشن بتاعه الكيو ار اس كومبلكس بتاعه فيري وايد, او لو عنده برولونجيشن اوف كيو تي انترفال, او الكومبلكس فينتريكولار اكتوبي, او كان المين داي تايم هارت ريت بتاعه اقل من 50 بيتس بير مينيت, ده بيبقى نوت فيسيولوجيكال بالذات في السن الصغير. كاردياك بيسنج في الهايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديوميوباثي, البيشنتس بيبقى عندهم هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديوميوباثي, بعض الاستاديز لقت ان الاي في سيكوينشال بيسنج وذ شورت اي في ديلي الكومبينيشن اوف بيسنج ده بيحسن ال في او تي جريدينت وبيحسن السيمبتومز بتاع البيشنت. الاندرلاينج كوز او ميكانيزم از نوت فيري ويل اندرستود, بس في الاغلب الاغلب التفسيرات ان الانترفنتريكولار ديسينكروني اللي بيحصل من الار في بيسنج بيحصل ديليت سبتال كونتراكشن, فده اللي ممكن يكون السبب ان هو بيقلل ال في او تي جريدينت وبيحسن السيمبتومز بتاعه البيشنت. فهو كلاس 2 بي الكاردياك بيسنج في البيشنتس اوف هوكم لو كان البيشنت عنده دراج ريفراكتوري سيمبتومز او لو كانت ال في او تي جريدينت بتاعه سواء على البيز لاين او بالبروفوكيشن بالفالزالفا اكتر من 50 ملي متر ميركوري, او لو كان البيشنت ان ويلنج او ان سيوتابل ان هو يعمل سيبتال ريدكشن ثيرابيز زي المايكتومي, او لو كان البيشنت اوريدي في ساينس ريزم وعنده هاي ريسك اوف ديفلوبينج اي في بلوك ديورينج سيبتال مايكتومي. فكل الحاجات دي كلاس 2 بي انديكيشن لكاردياك بيس. في اذر رير ديزيزز قد تكون السبب في البرادي اريثميا والاي في بلوك وتستدعي ان احنا نعمل كاردياك بيسنج, زي حاجه اسمها نيورو ماسكولار ديزيزز زي المايوتونيك ديستروفي بالذات تايب 1.
لو معاه any second or third degree AV block أو لو الـ HV interval أكتر من 70 ملي seconds with or without symptoms. إحنا قلنا الـ third degree أو الـ second degree AV block بالذات الـ Mobitz type 2 مش بنستنى الـ symptoms, بيبقى class 1 indication على طول permanent pacing. الـ patients اللي بيبقى عندهم لامن A gene mutations including الـ girdle muscular dystrophies وعندهم يعني they fulfilled conventional criteria لـ pacemaker implantation أو لو عندهم prolonged PR interval مع left bundle branch block pattern, the ICD implantation with pacing capabilities should be considered لو كان الـ patient عنده one year survival is expected. Patients اللي عندهم cardiac sarcoidosis who have permanent or transient AV block, implantation of a device capable of cardiac pacing is a class 2A indication. لو كانت الـ LV ejection fraction أقل من 50% في patients of sarcoidosis, فالـ CRTD is a class 2A indication. طيب الـ peri-procedure دي برضو من ضمن الحاجات الجديدة في الـ guidelines الـ recent. الـ peri-procedural precautions اللي ممكن ناخدها وإحنا بنركب أي device سواء ICD أو single pacemaker أو dual pacemaker أو CRT. Class 1 indication is to administer preoperative antibiotic prophylaxis within 1 hour of skin incision. عشان نقلل الريسك اوف انفكشن زي ما قلنا البوكيت انفكشن او عامه الديفايس كارديك ديفايس ريليتد انفكشن از فيري ديزاسترس على البيشنت. الكلورهيكسيدين الكحول بقى هو دلوقتي اللي المفروض يستخدم او هو الادوبتد انستيد اوف بوفيدون ايودين العادي اللي احنا لسه بنستخدمه ده كلاس 2 اي ان هو بقى يبقى البديل عنه كاسكين انتيسبتيك. البيشنتس اللي بيبقوا ماشيين على اورال انتيكواجيليشن سواء بفيتامين كي انتاجونست او نوواكس الهيبرين بريدجنج از نو لونجر ريكومندد. طالما البيشنت على فيتامين كي انتاجونست والاي ان ار بتاعه within the therapeutic range we can implant the device safely. حاجه برضو مهمه البيشنتس اللي بيبقى عندهم any evidence of infection بالذات لو feverish البيسميكر implantation كبيرمننت يعني should not be implanted until unless the patient has been febrile for at least 24 hours. The MRI with cardiac devices, this is حاجة بتثار كتير في patients اللي بيبقوا مركبين devices وبيحتاجوا يعملوا MRI whatever the indication is. Patients اللي بيبقوا مركبين MRI conditional pacemaker systems. The MRIs can be safely performed according to the manufacturer instructions. طبعا بيبقى في حاجات قبل ال MRI حتى لو هو MRI conditional لازم نعملها. نحن interrogate the device. لو كان ال patient pacemaker dependent فلازم ان احنا نشفت البيسنج مود بتاعه لايسينكرونس مود يعني مود ما يتاثرش باي الكتروماجنتيك انترفيرنس فالبيشنت يدخل في ايسيستوليا. الحاجه الثانيه البيشنتس اللي بيبقوا مركبين شوك ليدز كاي سي دي او سي ار تي دي بيبقى مهم ان احنا نديسيبل الثيرابي علشان ما يجيلوش ان ابروبريت شوكس وهو بيعمل الام ار اي. الحاجه الثالثه المهمه ان احنا ايميديتلي افتر ذا ام ار اي ان البيشنت نريفرت الثيرابي لو كان الاي سي دي او نرجع تاني البيسنج مود بتاعه اللي هو كان اوريدي عليه. طيب البيشنتس اللي هم بيبقوا مركبين اولدر ديفايسز اللي هو نون ام ار اي كونديشنال الام ار اي شود يعني كلاس 2 اي لو كان ما فيش الترناتيف ايمجنج مود از افيلبل ومهم كمان ان هو ما يبقاش فيه ايبيكارديال ليدز او اباندند ليدز او دامجد ليدز. كل الحاجات دي لو الليد لو الديفايس بتاع البيشنت نون ام ار اي كونديشنال وفي حاجه من الحاجات دي نحاول قدر الامكان ان احنا نشوف اذر ايمجنج موداليتي لو ما فيش فهو كلاس 2 اي ان احنا نعمل الام ار اي. الام ار اي كان بي كونسيدرد ان بيس ميكر بيشنتس وذ اباندند ترانس فينوس ليدز لو ما فيش الترناتيف ايمجنج موداليتي افيلبل. التمبوراري كاردياك بيسنج التمبوراري ترانس فينوس بيسنج از ريكومندد ان كيسز اوف هيموداينامك كومبرومايزنج برادي اريثميا ريفراكتوري تو انترا فينوس كرونوتروبيك دروبس. الترانس كيوتينيوس بيسنج زي ما قلنا برضو كلاس 2 اي ان هو يبقى كونسيدرد في البيشنتس اللي عندهم سيمبتوماتيك برادي اريثمياس والتمبوراري ترانس فينوس بيسنج مش موجود في حاجه اسمها ترانس كيوتينيوس بيسنج انستيد اوف تمبوراري ترانس فينوس بيسنج. Temporary transvenous pacing هو برضه class 2A في البيشنتس اللي هم بيبقى عندهم reversible cause لحد ما يبقى reversed او لو احنا في الويتنج بيريود اللي هو في البيشنتس اللي جالهم AV block فبعد cardiac surgery او بعد تافي كل البيشنتس دول ممكن نستنى عليهم بالtemporary transvenous pacing لحد ما نشوف لحد ما يبقوا frankly indicated لpermanent pacing. طيب ايه الفريكوانسي اوف فولو اب فيزيتس بتاعت الديفايسز هو في حاجه اسمها ان اوفيس فيزيتس وريموت مونيتورنج.
ريموت مونيتورنج دي طبعا مش يعني مش موجوده قوي في مصر، احنا كل الحاجه اللي عندنا ان اوفيس مونيتورنج. كل الديفايسز لازم within 72 hours احنا بنعمل immediately طبعا بعد الامبلانتيشن interrogation، وبعد كده every 2 to 12 weeks بعد الامبلانتيشن ده في الاول. بعد كده لو البيشنت راكب سي ار تي بي او هيس بندل بيسنج بيبقى الفريكوانسي اوف فولو اب every 6 months. لو كان مركب ديوال تشامبر بيس ميكر او سنجل تشامبر بيس ميكر ممكن الفريكوانسي اوف فيزيتس تبقى اكستندد اب تو 12 مانس. الريموت مونيتورنج ده دوره ان هو لو احنا بنتابع البيشنت ريموتلي ومتاكدين ان احنا ما عندناش اي حاجه تستدعي ان احنا نشوفه ان بيرسون، فده ممكن يطول الفريكوانسي اوف فيزيتس اب تو 24 مانس لو البيشنت مركب سنجل او ديوال بيس ميكر. ثانك يو. شكرا يا حاتم، برزنتيشن الحقيقه اكثر من رائع، يعني you did a very good job. You summarized everything related to the guidelines. عندي بقى كده كم سؤال كده سريع. السؤال الأولاني، عيان هيعمل non-cardiac surgery، يعني واحد 70 سنة مركب DDD dual chamber pacemaker مثلاً، وهيعمل عنده كانسر ستومك مثلا وهيعمل سيرجري، ايه الريكومنديشنز بيفور اند ديورينج بيري اوبراتيف مانجمنت اوف بيشنتس هيعمل ميجر نون كاردييك سيرجري اثناء العمليه هتقول لهم ايه؟ اوكي، هو طبعا مهم ان احنا نبقى نعمل انتروجيشن للبيشنت، ولو هو يعني فريكوينتلي بيتابع نشوف قبل كده الديبندنس بتاعه على البيس ميكر قد ايه، علشان ومهم كمان احنا نتواصل مع الجراحين نعرف هل هيستخدموا، هو اكيد طبعا هيستخدموا كوتري وكده، نعرف برضو المود اوف كوتري اللي هيستخدموها اليوني بولر ولا باي بولر. هو اهم حاجه ان احنا نعمل انتروجيشن للديفايس ونشوف لو البيشنت كان بيس ميكر ديبندنت فساعتها لازم ان احنا نشيفت الاسينكرونس مود اوف بيسنج، علشان في اي الكتروماجنتيك انترفيرنس في الاوبريشن ثياتر ممكن البيشنت يدخل في اسيستولي لو هو بيس ميكر ديبندنت. فمهم ان احنا نحوله على اسينكرونس مود ونعلي البيز ريت بتاعه، يعني بدل ما يبقى 60 هو طبعا انترا اوبراتيفلي ممكن يبقى فيه هيمو او اكيد هيبقى فيه هيمو دايناميك شيفتس في كفوليوم شيفتس عنيفه يعني في ميجور سيرجري زي كده، فالبيز ريت اللي هو ال 60 مش هيبقى ادكوتلي، فممكن نخليه 80 او 90. ومهم ان احنا بعد السيرجري انتروجيت الديفايس برضو نتاكد ان هو يعني ما حصلش اي يعني ايفنتس انترا اوبراتيفلي ونرجع البيسنج مود بتاعه. فهو المهم ان احنا نحوله على اسينكرونس مود لو كان بيس ميكر ديبندنت، ونعلي البيز ريت بتاعه علشان ناكوموديت التشينجز اللي ممكن تحصل انترا اوبراتيفلي. طب بعد ما عمل السيرجري هيروح يعمل راديشن ثيرابي، اوكي ايه الريكومنديشنز بقى؟ هو ريكومنديشنز يعني نفس الريكومنديشنز بتاع الانتروجيشن، يعني الـ يعني ما فيش حاجه معينه بالنسبه للراديشن انا اعرفها، يعني مجرد انتروجيشن عادي للديفايس. I think new guidelines as far as I remember can be algorithm recommendations للradiation. Anyhow, انت شرحت باستفاضة البراديكارديا والمانجمنت. لو جالك عيان عنده heart rate 40 okay. 38 40 asymptomatic okay. How could you manage this asymptomatic patient with bradycardia? لو الهارت ريت 40 ده، لو حتى لو هو asymptomatic ولكن كان السبب complete AV block او Mobitz type 2 second degree AV block، for irrespective of symptoms هو class 1 indication pacemaker permanent pacemaker. انما لو ال 40 دي لو sinus وهو asymptomatic yes. ف يعني هحاول اشوف اي reversible cause، يعني الثايرويد بروفايل لو هو هايبوثايرويد، لو بياخد اي ميديكال تريتمنت قد تكون هي بسبب البراديكارديا، لو وصلنا في الاخر ان هو اسيمتوماتيك براديكارديا وهو ساينس، فدي الجايد لاينز هي يعني والسيمتومز بتاعته مش يعني هو اسيمتوماتيك، فيعني هو كلاس 3 انديكيشن، يعني مش انديكيتد للبيرمنت بيس ميكر.
لو ساينس طبعا طبعا المهم الاول تشوفوا اسيديت ولا مش اسيديت، بياخد دراكس ولا لا، ستراكشر هارد نورمال ولا عنده اني ابنورماليتي، الجاريه عشان تشوف الهارت ريت دي اكسلريت ولا لا. يعني في طبعا ديسيجن ميكنج هنا از بيست على هيستوري وكلينيكال ايفالويشن وحاجات مهمه. يعني انت طبعا شرحت الهوكم والانديكيشن للبيس ميكر. طبعا هنا الميكانيزم هو بارادوكسال سيبتال موشن widening of the LVOT وبالتالي gradient بيقل، وده class 2B recommendation زي ما انت قلت، خاصة في الناس ال elderly اللي هما who are not considered a good candidate for septal reduction therapy سواء myectomy أو septal ablation. ما فهمتش أول ال his bundle pacing، يعني ال يعني when to consider ال his bundle pacing. وهيز باندل بيسنج يعني دورها ان هي بتحاول ان احنا ناتشيف يعني الفيسيولوجيكال هيسبركينجي سيستم كوندكشن از ماتش از بوسيبل. فهي يعني بديل للسي ار تي لو كانت الموداليتي متاحه، ولكن ليها ليميتيشنز اللي هو لو كان الليفل اوف بلوك ديستال او يعني فيري ديستال في الهيسبركينجي سيستم، فساعتها ليفت باندل الهيز باندل بيسنج مش تبقى سكسسفل، مش هتاتشيف بيسنج. في حاجة جديدة كمان اللي هي left bundle branch spacing، دي يعني ممكن تتغاضى عن المشكلة دي في الhis bundle pacing، نحنا بنpace في left bundle branch directly، فده برضو ممكن يأتشيف narrower complex وأتشيف more physiological pacing. تمام. في حد عنده أسئلة يا جماعة؟ لا مفيش. مفيش حد خالص ولا مفيش حد حاضر؟ عشان كده مفيش اسئله. يعني في ناس القاعه موجودين بس يعني ما حدش فيهم خالص عنده سؤال على الجايد لاينز 2021، كلهم بتوع الكتروفيسيولوجي ولا ايه حد؟ يا ريت والله. احنا يعني الاي بي اس ده يعني سب سبيشاليتي تشالنجينج وفيها حاجات فيري كومبلكس، فبالتالي انا كنت متوقع يعني الناس تسال وكده، فواضح ان الانترست في الاي بي اس والجايد لاينز الجديده از نوت سو يعني جود. شرح يعني كل حاجه. مين معايا؟ مين اللي بيكلم؟ احمد رجب. ميري ازيك يا مير؟ احمد رجب ازيكم؟ عاملين ايه؟ زي حضرتك. ازيك يا دكتور ميري؟ ازيك؟ العيانين اللي هم هيعملوا ام ار اي كان حاتم اتكلم عليهم دلوقتي، وقال برضه على العيان ان هو مركب ايبيكارديال ليد، اعتقد ان المقصود في الجايد لاينز هو الايبيكارديال ليد اللي راكب على الطريق الجراحي، انما العيانين اللي مركبين سي ار تي بيس ميكر وهو مش ام ار اي ديفايس، عادة لما دول بيدخلوا يعملوا MRI الجهاز بيدخل في مود كأنه بيقلب VVI وبيحصل لوك للجهاز، ولازم زي contact the company لو الجهاز مش MRI device زي contact the company برا مصر علشان يقدروا إما البطارية دي خلاص لازم تتغير أو أنه زي unlock اللي حصل في البطارية بتاعت العيادة. فحتى لو هي class 2A ما هياش a straight direct indication ان العيان ينفع يعمل برضه MRI. تمام. انت قلت ال indications بتاعت ال pacing حاتم في ال reflex syncope مش كده؟ يعني above the age of 40 هو اللي class 1A بس بالظبط. يعني لو بيجي له يعني لو اي سيستوليك بوزس او بوز اكتر من 3 سكندز بالظبط وريكارنت او اسيمتوماتيك اكتر من 6 بالظبط، اسيمتوماتيك اكتر من 6 والسيمتوماتيك اكتر من 3 سكندز بالظبط. ولو عملنا تيل تيبل تيست وجاله اي سيستوليك بالظبط، او لو الكاروتيد لو عنده كارديو انهيبيتوري كاروتيد ساينس مساج بول
انما طبعا الفايندنجز دي في ايج اقل من 40 وي دونت هاف ان ايفيدنس ان البيسنج ويل اولتر ذا بروجنوزس، يعني اتس ا بيناين في الايج اللي اقل من 40. اقل من 40 بالظبط. تمام. وانت قلت لنا طبعا برضو مهم جدا بعد الاكيوت ام اي وين تو امبلانت البيس ميكر وال 5 دايز مش كده؟ 5 دايز بالظبط. او لو كان بقى الاكستنسيف انتيريور مايوكارديال انفاركشن فده يعني ممكن انترفين ايرليير، لان ده بيبقى يعني بيبقى اندرلاينج اكستنسيف دامج في الاسبيركنجي سيستم، فده بيبقى ليس لايكلي تو ريكفر، فده ممكن ما نستناش. لو عندك هيموديناميك يعني انستابيليتي ديو تو هنا يعني على سيمبتوماتيك طبعا على الـ على الـ على الـ تمام. ايه تاني ممكن؟ هل احنا الجينيتك تيست دايما له رول هنا في الـ في الديسيجن ميكنج to consider to pace or not؟ يعني بقول حقيقة هو الجايد لاينز اللي اتكلموا عنها ان هو البيشنتس اللي هم بيديفلوب اي في بلوك فيري ايرلي اقل من 50 سنه فيعني هم دول اللي ممكن نسيرش لو ما لقيناش اي حاجه ثانيه قد تفسر ده. انت عارف او لو لقينا او لو كان في بروفن فاميلي ممبر وعنده فعلا جيناتيك ابنورماليتي فممكن سكرين بقيه الفاميلي ممبرز. الجايد لاينز الجديده في داون جريدنج للاي سي دي في النون اسكيميك كارديومايوباثي. اه بالظبط. كانت كلاس 1 بي بقت كلاس 2 اي. بالظبط. هل ده ابلايد لكل العيانين ولا وات دو يو ثينك؟ هو ده في البرايمري بريفنشن. هو يعني هو برايمري بريفنشن بالظبط. نون اسكيميك كارديومايوباثي بقت يعني بقت داون جريدد في الكلاس اوف ريكومنديشن. اي جس كبرايمري بريفنشن يعني هو حتى احنا يعني لو في بلد زي مصر هيبقى ابلايد لكل العينين. يعني هو حاجه كويسه ان هم داون جريدد الكلاس اوف ريكومنديشن، يعني بدل ما كنا قبل كده يعني مجبرين بكلاس 1 انديكيشن واحنا اوريدي يعني الامبلانتيشن ريت بتاعنا على برايمري بريفنشن قليل جدا. فا اي جاس ان هو يعني ابلايد على العيانين اس فار از اي نو. دكتور مجدي هو كان في الباثوي اللي كان نزل من الاي سي سي في اول 2021 كان اتكلم على نفس الحكايه دي وقالوا انه العيانين النون اسكيميك كارديومايوباثي ان احنا بعد ما ندي كل النيو ميديكال تريتمنتس في هارت فيلير ان احنا العيانين دول ممكن نستنى عليهم 6 شهور وبعدين نرجع نقيم تاني النيد فور الاي سي دي لو الاجكشن فراكشن لسه اقل من 35%. بس قالوا في عيانين ريكونسيدر بعد 3 شهور زي العيانين اللي عندهم مالتيبل بي في سيز او عندهم في الام ار اي ان عندهم سكار، لقينا عندهم سكار في الام ار اي. حتى في كده زي جراف محطوط في ال الجايد لاينز الجديده بتاعه البيسنج وهما بيتكلموا على السي ار تي ولا سي ار تي دي. من ضمن الحاجات لو العيان عنده مايوكارديال سكارنج ايفيدنس بالام ار اي يبقى احنا مور ان فيفر ان العيان ده يحط سي ار تي دي بدل السي ار تي بيس ميكر. تمام. هو الدكتور احمد رجب ولا مين اللي بيتكلم يا جماعه؟ دكتور احمد رجب. اي احمد طبعا اكسلنت. هو فعلا دلوقتي انت عارف مع الانترودكشن اوف نيو دراج كلاسز في الهارت فيلير which has a favorable effect على الريموديلنج وده بيقلل المورتاليتي ديو تو سادن ديث يعني من اول السيكوبتريل فالسارتان ومرورا بالاس جي ال 2 انهبيتورز كلهم لهم favorable effect على البريفنشن او significant reduction في sudden death. فبالتالي I think ان مع الـ use of الفور pillars لان البيتا بلوكر بتقلل sudden death، MRA بتقلل sudden death، السيكوبتريل فالسارتان والSGLT2 inhibitors recently في meta analysis بتقلل ventricular arrhythmias والatrial fibrillation والsudden death، والسي ار تي طبعا له برضو عن طريق ان هو بيريفرس الريموديلنج
مع سي ار تي برضه بيقلل. فبالتالي ان احنا وي كان ويت يعني دونت امبلانت ايرليير الاي سي دي في النون اسكيميك. طبعا الاسكيميك ديفينتلي الوضع بيختلف، ولكن ام ار تو بريدكت فايبروزيس لو في مايوكارد فايبروزيس، لو في family history of sudden death some genetic myocardial disease ده بيعجل بالimplantation pacemakers. فهم دول الحاجات اللي ممكن should be considered to early implant ICD or not. يعني بعد الدانش trial مورد ان مفيش significant reduction في mortality except في الايج اللي هو اقل من 70 سنة compared بالايج اللي فوق 70. ابتدوا ينفستيجيت دو وي نيد تو ايرلي امبلانت اي سي دي في البرايمري بريفنشن في النون اسكيميك اور نوت. يعني الوضع ده ويل بي اكسبلورد سون اكوردنج لللونج تيرم ريزلتس بتاعه النيو دراج ثيرابي اللي بتقلل المورتاليتي في الهارت فيلير. احنا عارفين ان سادن ديث طبعا 50% مورتاليتي في الهارت فيلير. اوكي، في اسئله تانية ولا كده خلاص؟ تمام، ماشي يا جماعه. طبعا شكرا لحاتم، وطبعا شكرا للدكتور مينا على التنسيق الرائع مع يعني في الجورنال كلاب. واتمنى طبعا العدد المشارك يزيد، يعني لان احنا الحقيقه عندنا في 2021 ده يعني حاجات ابديتس كتير قوي، سواء كلينيكال ترايلز او جايد لاينز. فبالتالي يعني كل اسبوعين هنعرض حاجات كتيره جديده ومهمه. فياريت تشجعوا زمايلكم ان هم يحضروا في المرات الجايه. شكرا يا جماعه، شكرا على خير، شكرا جزيلا، سلام. ما فعل